السلام عليكم. صباح الخير. صباح اول يوم رمضان ما شاء الله، وامطار الخير والبركه سبحان الله. اسعد الله صباحكم جميعا، كل عام بألف خير يا رب. اليوم هو اول يوم صيام، اول يوم رمضان في الكويت الحبيبه مع المدارس، مع المدارس والمطر ما شاء الله يا اخوان، يمكن صار فتره ما مطرت، اليوم سبحان الله على اول يوم رمضان صارت تمطر سبحان الله. بسم الله. اهلا وسهلا بالحلوين. اهلا. كيف شعوركم؟ انا للامانه حلقي موجعني مو ناشف، حاس في هون اشي غريب. حتى انا عشان اول يوم، حتى انا لما اشرب مي، لا انا بس اشرب مي، احنا صايمين حب. لا لما كنت اتسحر. اوكي أتسحر. انا الحمد لله لا عادي. وجنها صباح الخير، صباح النور. لسه هو شوف دائما اول يوم برمضان حيكون متعب شوي، بس اول يوم بعدين ان شاء الله الواحد بيتعود. بس هيك بدايه خير ان شاء الله، مطر واجواء جميله رائعه بتجنن، فان شاء الله يكون يومكم خفيف لطيف وسهل. فتفضلوا يلا. بيت بعد ما وصلنا جد اياد وجنا. صباح الخير. وين وصلتوا؟ على المدرسه. بس انت صايم؟ انت صايم؟ بس خليت يجوا. انا صايم، انت صايم؟ لا. انت مو صايم؟ انا زلمه. انت زلمه؟ يعني صايم. صايم. يعني اكلت شو اكلت؟ اكلت شوكولاته. وشو شربت؟ شربت أزازة. يعني أكلت شوكولاتة وشربت أزازة وبتقول لي صايم. ها؟ شكرا 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 لك. وشربت عصير. وشربت عصير كمان. ها يعني كل هدول. بس خليوني البقالة. كمان بدك تروح البقالة؟ لا ما بعد. بعدين بعد الفطور. اوكي. لا بعد ما بدي فطور. استغفر الله العظيم. يلا يا كمان بابا. شو وين بدك تروح؟ اروح بقالة. شايف يا بابا؟ انت مو صايم؟ شوف بس الدنيا نهار. شوف صايم انت؟ صايم؟ كيف صايم وبتروح على البقالة؟ شو بدك تجيب البقالة؟ شو بدك تجيب؟ ايس كريم. ايس كريم والدنيا نهار رمضان، الدنيا عصر. هاي شوف شوف، تعال شوف هيو. شوف لسانك؟ مسكناه بالجرم المشهود. هيو هيو عصير من الصبح وياكم. هيو هذا لمين؟ انا. انت مبسوط طبعا. شوف لسانك. سوي هيك سند. سوي لا احنا هيو ما بتكون تقول لي انا صايم. اي ماما صايمه واضح يعني انا واضح انه انا صايمه. كيف وانها كانت تشتغل في المطبخ. الحلو في المطبخ السنه هذه مطبخنا نعم راح يكون مطبخ يعني بوتواضع بسيط. بس يا سند بس خلاص ازعاج. لا برمضان ما لا تعصب كمان انت. ما بصير اعصب. قول له اللهم اني صائم. اللهم اني صائم. اوكي تمام تفضل. ما عبر حدا. هو مطبخنا بسيط. نعم. ما في بذخ، ما في نعم. اي مبالغه في الاكل. 100% 100% واكثر من هذا كمان. عارف كيف؟ العزايم الكبيره هاي الضخمه كلها بطلت. لغيناها وان شاء الله تعالى نسال الله الاخلاص ناخذ ميزانيتها هاي ونقدمها لاهلنا فين؟ في غزة. يا سلام انت كل العزائم الكبيرة. الله اكبر. هلا طبعا تواصل اجتماعي. سلام تواصل اجتماعي. لا اكيد موجود في عزايم وفي كذا خفيفة بس يعني بنزور احنا ناس بيزورونا على قدنا. يعني احنا بناخذ طبقنا وهم بيكونوا طابخين طبقهم وخلص مثلا او هم بزيدوا شوية شوربة شوية اشياء خفيفة. اما عزايم كبيرة وبالتكاليف ومصاريف هاي نصيحة للجميع. في كثير ناس اخوي حكى معي اليوم انا من الدوحة قال لي احنا لغينا كل العزايم الكبيرة اللمات الكبيرة هذه وميزانيتها كلها راح تروح لأهلنا في غزة اللي محتاجين. أنا أول مرة بعرف في هذا الإشي. أنا بحييك حد وبحيي عمه محمد عمي وبحيي كل شخص اتخذ هذا القرار برمضان. نعم. إنه يوفر يعني التوفير مش بخل. لا هو مجرد إعادة أيوة. برمجة وتدريب
للامور. اشرح أيوة هذا ظرف استثنائي صحيح. هذا رمضان مختلف صحيح. انت تحسي شوي بأهلنا بغزه يعني احسنتي شو اللي عم بصير. احسنتي احسنتي احسنتم احسنتم. فكل الميزانيات العزايم الكبيره ان شاء الله تعالى، وندعو كل الجميع انه يا اخواننا يا جماعه الخير وفروهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جوادا وكان اجود ما يكون في رمضان. فالجود الجود لا يتعارض عن فرحتنا بقدوم رمضان وقبلنا رمضان يعني كل الفعاليات اللي ممكن نعملها للشعور احنا والاطفال، يعني حتى نحسس الاطفال في بهجه رمضان. نعم صحيح. لكن لا ننسى ان لنا اهلا يعانون في فلسطين الحبيبه. صدمتموني جدا والله بالقراءه. ما كنت بعرف انا هاي، انا اول والله بالفيديو هلا عرفت. ما كان حكي لي ولا ماما حكت لي. انا معاكم عرفت هلا. فيعني نعمل اولئك كبيره وكذا للعائله والاصحاب وغيره السنه هذه. تعزمونا احنا عائله، نعزم عائله خفيفه، جيبوا اكلاتكم على اكلاتنا على اكلنا وما نصرف. رائع 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 رائع. يلا واليوم كمان راح نعمل غساله يعني خفيف خفيف. عزوم هي سغنونه وحتشوف وليد عص وليد ونور. سؤال ما بدك تشيل كذا انا والجد مو فطير. بلا تعال. هاي طلعت اشوف اشوف انا حجي. شوف اللي حردان مسكر الطريق. ايوه طاج السجن. شوف كيف قاعد. لا يمكن تشوف كيف قاعد. هذا بالكلام عن المدشر على البقاله يعني. عفوا هذا شو هذا؟ هذا شو؟ لا شوف نظرة عينيه انت. ايه ايه شوف لسانك جادو. انا عادي. شوف لسانك شارب حليب. لسانك لسانك اشوف سنود لسانك اشوف. لا لسانك شو هيك؟ كوتشي كوتشي كوتشي. طب الاصابع هلا لانه يمكن بكون شربت حليب مثلا. طيب عصومي اجابه لنداء عصومي امبارح دعانا على السوشيال ميديا قال انه بدنا نقرا سوره الانفال. نحفظها. نحفظها طبعا. نعم. الان اليوم راح نقراها. نقراها وناخذ فكره عنها. احنا نعرفها بس للتاكيد وبعدين نقرر انه نقول عصومي تم. انا حفظت اول صفحتين والله. عافية عليك. فهلا بدنا نقرا سوره الانفال. يلا جيبوا المصاحف نقرا الانفال. يلا يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك عم استعين الصراط إنا ضالين
الله هو أحد الله والصمد لم يدركوا في يوم أحد الله أكبر. طبعا يا اخوان لاول مره من يمكن سنتين ثلاثه اول يوم رمضان بنكون احنا معزومين مش عازمين، يعني عاده احنا بننعزم ثاني يوم ثالث يوم، هالمره من اول يوم ما طبخت اليوم لانه معزومين. رايحين وين؟ مع البيت خالته سهام، يعني البيت حماته حماله وليد. ان شاء الله منطلقين الان. طبعا باقي ربع ساعه فقط للاذان وبابا صار بالسياره وهي ماما نازله، عشان هيك ما صورنا لكم اجواء كثير عندنا بالبيت لانه معزومين احنا اليوم، فما كان عندنا هالفعاليات الخرافيه. فان شاء الله بالبلوجات الجايه راح تشوفوا كثير اشياء احلى. المهم هلا رايحين عند دار ام غسان وخالد سهام وبدر ام بدر، فتفضلوا معنا يلا. ايش النوع؟ انا طالع. انت وين رايح؟ انا فوق. انت وين رايح؟ انا رايح على خالد سهام. ام غسان؟ لا على وليد ونور. علي. اوكي عند علي مو معي. يلا انطلقنا. بس هيا بينا صايم اكيد. يلا اوكي. طبعا بعد ما نمشي فريقنا واحنا طالعين على درج بيت ابو بدر، المصعد خربان للمجد، المصعد خربان من 60 سنه. 60 سنه عرفتوا كيف؟ فاحنا هو كان هنا راكب بس فكوه عشان الصيانه. صيانه ابو بدر خبر طاعتكم. احنا وصلناكم ان شاء الله، وصلنا على اذان المغرب. بارك عليكم. فرحنا بس افطرنا مي ورحنا صلينا بالمسجد ورجعنا الان. قلنا بدنا النقطة هاي كانت هدية عشان رمضان لإلهم. خليني تشيك عليها. بس لا شكله رح ناخذها ناكل نفطر عليها احنا. منيحة. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. زعتر أقصى ودنيا وحركات. زعتر كلها منتجات فلسطينية طيبة. زيت زيتون وزعتر وفريك. بسم الله. تفضل فيك. صوب أحلى لا طفي لا طفي. سلام السلام عليكم. اسعد الله مساكم. ما شاء الله بيت عامر ان شاء الله. السلام عليكم. هاي كمان اخونا حبيبنا وليد مقداد كان يطلع معنا طيور الجنه. حياك الله. مدام مروه كيفك؟ احنا بس صلينا بالمسجد لعنه على المغرب هيك يعني. احنا سوينا لكم الاكل هذا على الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم يا رب. تفضلوا على ما قسم حياكم الله. يلا طولنا. يلا يلا تفضل تفضل. يصير اذان العشاء. يلا تفضلوا تفضلوا. شيء خفيف اليوم بس الملوخيه. اخذ بدر. الملوخيه وفتوش بس خفيف. هلا بدر جزاكم الله خير على جهودكم. انتم اخذتوا اجر من فطر صائما. صحيح. فما بعرف طلع كم صائم انت ما شاء الله تعالى. وهي بدك كمان سلم عليها بتعرفها؟ يا قلبي احنا ابننا بنعرفه من من هذا السوشيال ميديا. لما يصور عندنا صح صح. بدي اصور بس عصوب اليوم شيء خفيف لطيف 100% بسيط ملوخيه وفتوش وسمبوسك. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. نقدر ندرب حالنا شوي شوي ان شاء الله لاخر الشهر امورنا بتكون 100%. ومثل ما حكينا كل الولائم الكبيره هاي فلوسها تروح وين؟ بتروح على غزه. على غزه ان شاء الله. غزه باذن الله. يلا تفضل يلا تفضل تفضل. بصور فيديو كليب لقناتنا. مو زي قناتكم يعني. احنا صورنا فيديو من امبارح واليوم حينزل واموره تمام وانتم خليكم. الله يعطيكم العافيه. يلا حياكم الله. طبعا هذا يسمى بر الوالدين. في اول يوم رمضان. في اول يوم رمضان. ولا نحطهم بالصحن لا. ليش مغلبه انت؟ ليش مغلب ابنك؟ مساعدة مساعدة الجماعة يا زلمة. نعم انا ما بقدر اكل بدون بعيد عن الصوم. الله الله صحيح. نعم. تركتهم. هاي احسن طريقه. نكون جنبه. انه يضل ماسك لي صحن الصلاه. ماسك الجار. نعم. صحتين صحتين حاج. خلص بس كل سلطه وشربه بس اليوم الحمد لله. صحتين. صحيح. يا رب يرحمه. بدر جزاكم الله خير. بيتكم عامر ان شاء الله اطعم الله مطعمنا وسخى الله مسقانا. افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه وذكركم الله في من عنده. جزاكم الله خير. اليوم اخذتوا اجر تفطير 10 صائمين. بارك الله فيكم. شرفتونا والله يجزاكم الله خير. بارك الله فيك عمو. ان شاء الله بتشرفونا. بتشرفونا بخير وصحة وسلامة. تسلم بارك الله فيك. ان شاء الله ربنا يفرج عنا وعن شعبنا. يا رب يا رب يا رب امين. ويرفع هاي الغمة. اللهم امين. ويجمعنا في على اعدائنا. اللهم امين يا رب. جزاكم الله خير. بارك الله.